السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيك هو ركض من العالم يا وحكى لي يا قب سيدي أبو الشغل كويل كريا وموضوع عن بدن كهر لي سيدي باش شغل وهلا سيدي باش شغل عن طلوع قبحة سيدي باش قف اسكت في العشان الله يقدر إن شغل هلا ويفضل وحكى حية حرفة برت وحكى حية إن أقوان الشيء وحكى حية إن الديار رتها إلى شغيستي سيد الشغل الله على مركز لقاح الله يوم وحوي أنا ودمه وودمه تبلس خصوصا وإلا ما أنت لسوق إلا ما أنت أحبطن بالك قوانا يا أحبطن بالك لسيا هدي 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 دولة نوتر اسمي ألبي ودا هدا الشركة نوتر اسمي ألبي ودا دو شعب كود بس نوتر بس أنت اسمي ألبي ودا لودا قناع سبع كرة قناع سبع كرة ودا دبلس لقوه ودا ومركز الدنيا عالم الله كان قاضي الله مركز سي اادو بشقو هشيد وحان سوچي دنيا وان كوشيغي اذا الحرفات الشقية لت شقا دو سوما وحا حد كو شقا تيسا حد وقت تيالا ادو نسا انا تكليفة يسا حرفات الشقو ايضو بعانتا يلت وايو قف كل شيء بدني هاي وكحرفة بدني هاي قف كوها كل شيء بدني هاي وكحرفة بدني هاي صدق خلاه قف قبل العمل هاي وقبل حرفة إذا توقف بالعمل حرفة بالله هم كل جيم ما دو قف يسوق حرفة هاي أي هذا قاعد كذا سمتهم زين الشباب وحسبوا معه إنه قفوا الشغل الرادي حرفة ضديلة اللي كدي أنا الحين أقونت شغل الرادي انت يو هذاك سببتها هذي قاس يو هذا الرئيزة قفوا أحوى برتي حرفة ضديلة شيء ولوا بالعمل تم هذا يوحوا وياه وحاب ديار بو حين بقى إذا الشغال هيش وايو هدو حرفات هاي ستا من موقف بلا شغال وف مقا قول حرا إذا حرفات هلو كل بهين الوقت الجديو إذا الشغال هاي إتا هدي أي كل سواب يسلو قفا سيسي فولنت دي بلاشة وعيد هو هدي إلا ينتو لقب صنع يشغال وقف مركا وحرفات يشغال يا غامبا وبرثا حدي أنا إذا أقول أنا حرفتي إذا أقول أنا شغلت إذا أقول وعلقتها يصير مركب الشغل كله يكون يصير بكية وأنا تذكر سبرع وأنا حرفتي إذا تذكر تسعة وأنا بلاش هو ذي وأنا لبرتها المركب هذا يروح بحرة هذا يجي وصور هذه تزوج مرتها نبيار نقطنا شغل هذي شغل هذي كرادي كوبها عاد أقول تذا لا ذا سلام هدي هذا لا ذا هاي حرفة إنجنيرينج أما الله يرك يبيه ما الحب اللي اللي أنا حرفها شركة ذا اسمها هذا لا ذا حرفة هو تال ذا سوي تريسك إذا كاشير إذا مامور واحد حرف تيجي تقول لي أنا حرفها هو تال ذا هذا لا ذا حرفة هذي وستات أما نيتشار أما وحي الله كلا يقول في اسمك عمتك أحب لي راسة شركة عبد اسمياش أما عند الرأسة اسمياش غاد ما بعد مركا حرفت وحكو حران تاند برتا وقتي الدليس كو أغاني يرى أغاني تاسبت حرفتان نغطو لابا
shaqo raadi, shaqada dib wadi bilaash ku shaqee, buri bilaash ku shaqee, markaasad tii lacagta aad meelaysa. Marka waxaan ku soo koobayaa si aad shaqo u heshid, number one, marka hore diyaar noqodaa shaqo heshid. Stonkontaaga, marka hore diyaar noqodaa shaqo heshid. Waxbaro, aqoonta noocyada kala duwan ay leedahay, nooca kasta waad baran kartaa. Laakiin xirfad gaara oo aad jeceshahay, qof kastaba hami iyo hobi buu leeyahay, waxba jecel yahay, waxba dunida barto, waad waxa barata. Technical skills sida farsamada biyaha leerka solarka AC-ga aluminium waxyaalaha miyaa jeceshahay waxaa jeceshahay xisaabaadka waxaa jeceshahay maamulka waya sometimes waya jirtaa xirfad ku gaaro aad jeceshahay baratood ka waya keentay markaad xirfad baratid maaha inaad tiradi I'm engineer I'm maamule I'm doctor waya taa shaqadii raadisay shaqo markaa raadisid dad wada dabaada isdiibisaayood bilaash ku shaqaysa si fudan tiri ku shaqaysa waxaas oo dhan markaa ka weydiin ee heli weydiin wada kala ku furan aad ba sii saabirtid laba kun saddex kun oo doolar suuqe kun doolar suuqe shan boqol suuqe waa waxa ayaad aad xaqa u lahayd aad aqoonta u lahayd waa businesska abuurta markaa shaqa wada helaysaa laakiin aad shaqa inaad shaqa tagta diyaar noqo inaad xirfad barta diyaar noqo inaad dadka caawisa diyaar noqo inaad noqoto qof hankiisa kaga dhamee diyaar noqo inaad noqoto qof hami higsi fog leh diyaar noqo shaqada waxyaalaha ugu fudan maanta la heli karo weeyaan adoo laga yaabaa 5 years-na shaqadii daysay ayaa wax laga yaabaa inaad wax 6 bilood ku yar ama 2 bilood ku yar shaqada ku yar maxaa sababa dad dabeecadaad xun tahay si yar degdega shaqada ayaa qaadi karaan hooyo waxaa loo baahan yahay inuu qof institution ama system ama meel shaqo uu galo inuu dabeecad yeesho inuu dad la shaqeyn yeesho inuu group team work yeesho waxaas oo dhan haddii lagaa waayo waxa weeyaan waa lagaa tashanaya marka markaad shaqo yeeshina dabeecadaada dhis dhaqankaaga dhis dad la shaqeyntaada ilaali weliga waxa weeyaan dabeecad kastoo aad leedahay ka shaqadaada qaata asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fadlan like share and subscribe us inshaallah aad mahadsantihin